البنات كنتمنى تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار مع فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الشهاده كتجي رائعه وبشكل ديالها جديد، كنتمنىها تعجبكم. العجينه ديالها كتجي قطنيه وكتجي بالحشوه ديال التفاح وبالزبيب. كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم، وما تنسونيش من لايك ودعموا القناه باش يوصلكم الجديد، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وهادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله من العجينه ديال الشهاده. كنحتاجو كاس ديال العنبه ديال الحليب يكون دافي، وكنحتاجو مغرفه ديال الخميره الفوريه او الخميره ديال الخبز، وغادي نحتاجو قبيصه ديال الملحه، وكاس لارب ديال العنبه ديال السكر سنيده، وكاس لارب ديال الزيت المائده، وبيضه واحده. اول حاجه غادي نعمل كاس ديال الحليب، ونضيف عليه مغرفه ديال الخميره ديال الفوريه او الخميره ديال الخبز، ونخليه يتفاعل شويه. وغادي نضيف المكونات الاخرين مع بعضياتهم. غادي نعمل بيضه وكاس لارب ديال الزيت وكاس لارب ديال السكر سنيده وقبيصه ديال الملحه، وغادي نخلط هذا الخليط مزيان حتى يتساجم لي العناصر مع بعضياتها مزيان. تخلط لي البيضات مزيان مع بعضياتهم، ودابت شويه الخميره، غادي نضيف على البيضات والزيت والسكر، وغادي نحرك مزيان حتى يتخلط لي ديك العناصر مع بعضياتها. وغادي نبدا نضيف الطحين تدريجي، يعني الدقيق نضيفه تدريجي حتى نحصل على العجينه القوام ديالها يكون متماسك ويكون رطب، ما يكونش قاصح بزاف. وهذا هو القوام اللي حصلت عليه، يعني جينا كتكون رطبه ومرفوفه. وغادي نخليها تخمر، من بعد ما غادي تخمر مزيان غادي نغطيها بعدا ببلاستيك غذائي ونخليها تخمر، ونرجع معكم باش نحضروا الشهاده ديالنا. بعد ما خمرت العجينه ديالي كما شفتوا ارتاحت مزيان وضاعف الحجم ديالها، دابا ان شاء الله غادي نهبط لها الخميره اللي فيها، وغادي نستعنوا بورق الطبخ او البلاستيك او اللي عندكم موجود باش ما تلصقناش باش تسهل علينا الخدمه. وغادي نطلقها على شكل مستطيل باش تعطيني الشكل اللي بغيت انا. هذا هو الشكل اللي حصلت عليه، يعني مستطيل. وغادي ناخذ واحد جوج تفاحات او ثلاثه على حسب الكميه اللي عندكم ديال العجينه، يعني بغيتوا ضعفوا الكميه ولا بغيتوا قلصوا الكميه، كتبقى داك الشيء اختيار ديالكم. غادي نقطعوا على شكل شرائح طويله، ما قطعت التفاح ديالي غادي نرش عليه واحد مغرفه ديال السكر تكون عامره، مغرفه ولا مغرفه نص، المهم تكون السكر باش تعسل لنا التفاح ديالنا. مشيتو نخلطوه مزيان مع بعضياتو، ودابا ان شاء الله غادي نبداو في التحضير ديال الشهاده ديالنا. غادي نبدا بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد مغرفه، وغادي ناخذ الكوفيتير الخاصه بالحلويات تكون خفيفه ما تكونش قاصحه، يعني اي نوع من الكوفيتير اللي كتبغيو نتوما النكهه اللي بغيتو. هنايا عندي ديال الخوخ ولا ديال المشمش، غادي نعمل ثلاثه ديال المستطيلات هيدا ندهنو باش نعمل فيهم التفاح ونعمل فيهم الزبيب. مشيتو معايا الزبيب
غادي نعمل طفلوس، غادي نعمل فلوس وتفاح، غادي نعمل تفاح من هنايا باش يعطوني يكون كميه اكثر ديال التفاح. بغيتو قلصوا الكميه ديال التفاح، عملوا الزبيب من هنايا ومن هنايا، يعني الى جوج د الطريفات عملوا فيهم التفاح اولا العكس، يعني العكس اللي بغى التفاح يكون زايد، اللي بغى الزبيب يكون زايد. المهم كنحصلوا على هذا الشكل هذا. من بعد ما غادي نحصل على الشكل هذا، غادي نبدا نرولي هذا المستطيل ديال العجينه ديالي، غنبدا نرولي وهانتوما معايا. بعد ما روليتو كامل ونقدو مزيان، يعني نعطيو الشكل اللي بغينا، غادي نبدا نقطع فيه. غنبقى نقطعو نحاول نقطعو متساوي، تكون المستاحب يعني يكون المصماطي، ونقطعو هاد العجينة ديالنا. مشيتو معايا الاول ما كتعطيش يعني منظر مزيان، ولكن من بعد غادي تعطي ان شاء الله. الشرائح ديالي كاملين، غادي نستعن انا بمقلاه الرغايف كما شفتوا معايا، كتعجبني هذه المقله نطيب فيها، وغادي نستف على شكل وريده، غنستفهم كاملين حتى نحصل ليهم، وغادي نخليها تخمر مزيان. من بعد ما غادي تخمر غادي نرجع معكم باش ندهنوا على الوجه ديالي. ان شاء الله من بعد ما خمرت لنا كما شفتوا خمرت وتضاعف الحجم ديالها، كيرجع الشكل ديالها مزيون. دابا غادي ندهن لها الوجه ديالها كامل بالبيضه كامله، وغادي نعمل لها قطيره ديال الخل اولا قطيره ديال الحليب، المهم كل واحده تدهن باش ما بغات، يعني اولا شويه ديال نسكافيه ولا هذه. المهم انا ما بغيتش ندخل مع النكهات بزاف باش نخلي النكهه ديالها طبيعيه. ودابا ان شاء الله غادي ندخلها من الفران طيبه عاديه، يعني تطيب من تحت ونشعل عليها من الفوق على عافيه تكون متوسطه، يعني ماشي مجهده وماشي منقصه. بعد ما غادي تطيب غادي نتلاقى معكم. كما شفتوا معايا كتجي لها هذا الشكل مذهبه محمره، غادي نخويها في الطبسيل كما شفتوا معايا، وغادي نقلبها. المهم غادي نعوطها في الطبق التقديم. حطيتها في طبق تقديم كما شفتوا معايا، غادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتير. بما انني انا عملت لها كونفيتير من داخل، غادي ندهنها من برا بكونفيتير، واللي بغات تعمل ناباج تعمل ناباج، وغادي نرش عليها شويه ديال السكر كلاصي، واللي بغات تعمل الكوكمو فوق تعملو، ولكن انا بغيت نعمل سكر كلاصي، واللي متوفر عندكم في البيت كيبقى التزيين اختياري. ونتلاقاو في الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال الشهده ديالنا كما شفتوا معايا، كتجي شهده رائعه وغزاله تبارك الله ما شاء الله. اما الهشوشيه كتجي فنه فنه فنه. ودابا ان شاء الله غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل ديالها كيفاش كتجي. كتجي واحد العجينه قطنيه وكتجي رائعه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وما تنسونيش من لايك ودعموا القناه باش يوصلكم الجديد، وشكرا على المشاهده.